من تعطش للهداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إذ يتلقى المتلقيان كانوا دقام ودقام تكرار طوبنا العفو مرحبا لكتن إذ يتلقى المتلقيان كالو جمرة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد من ترامي ترجم له مرحبا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد من ترامي ترجم له يا شيخ خامد يا متر الشوان فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أحسنت بارك الله فيك مرحبا بارك الله فيك نرديس جزاك الله خير مرحبا أمتعتنا مرحبا طب ناس لسات مرحبا بس ميل دم صار كان دم كام ورجع ودل إلى زيمة سير تنكن بلو تنا لا يسير مو القرآن لا يمهون رقمه يا بلال تقول مرحبا يا الله انقدي يا القرآن هو اللي زيه سوتشن دم تاسر لسات تون غير كسباتشن بس يوك مرحبا إن شاء الله إن شاء الله ملاحظة يا شيخ ملاحظة قرآن لا يدب ملاس لا تجويد لا بدن بند تقرأ عند السطر حفظ لا حواش دم سهنا زلنا كم بطن بكا بارك الله فيك مرحبا يا شيخ إيش الله يطبقك بارك الله فيك كاي مرحبا
الأخ نور الدين بارك الله فيك ربي بركاته في عقده قراتينك سجلينك باي إن مطلبة باي بريدة كنا أدا قبضة حال مكان أنت فوق قبضة إن شاء الله سجلت قرات قطي وجرتو باي إن مطلبة حفظينيس كما سنة وجين جرى فقاطة كناف حال مكان أنت في ربي رات سياسة بجيس الله افتح بارك الله فيك نور الدين بدال نقل بدمس الله الله يجمر الله عندهن يراس الدمس مفتري متشل بيتي وانا الدمس على الله يجمع لنا السنة قال إن سببتنا يراس الدمس أنا مفتري بتأمل يا مرحبا الله يجمع لنا ماشي أستاذ آمين آمين يا رب خير السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يمن المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا هكمن نعلم أغنيت ودوج هاجر من كراتت تاريك هنا آمين عدتك علي هوسبيتال የካፒታል ምድብ አላችሁ ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች የጨጓራ አንጀትና ጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና ያጥንት የኩላሊት ጥበት ዳያሊሲስ የናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ የህፃናት ህክምና የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው የተቀላጠፈ አገልግሎት እንከበካቤ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን የፎርዲ አልትራሳውንድ የዲጂታል ኤክስሬይ የኢኮካርዲዮግራፊ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው ይምጡ በአገልግሎታችን ይረካሉ ጤናን እናስቀድማለን አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መተው ምን አተው? የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባዎች እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን። በብዛት ወስዳችሁ ማከፋፈል ለምትፈልጉ ታላቅና ሽና ደርጋል አድራሻችን ጀመሁለት ሰይዳሲን ህንጻ ከንግድ ባንክ አጠገብ አንደኛ ፎቅ ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0988 57 67 82 ላይ ይደውሉ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ዱም ያ ሐቢቢ ፈዓለቱን ያሰለ الوحيدين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يمن المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد